مازلنا الأدوية مضادة للسرطان إن شاء الله الشهر المقبل يكون فيه بداية إنتاج في بعض المصانع اللي دشناها في سنة 22 وتخلينا باش ندخل بقوة في هذا الميدان بالأخص الأدوية اللي مخصصة للأمراض المزمنة. وتعرفوا كلكم باللي ماهوش شي سهل ماهوش شي سهل. الجزائر اليوم تكون فخورة بهذا القطاع لأن عندنا نسيج صناعي قادر يواجه كل صعوبة، وهذا ما ينتظر منا السيد رئيس الجمهورية في هذا الميدان.